التطورات التقنية التي شهدها العالم ساهمت في تغيير العديد من العادات التي ألفها الناس، ومنها عادات الشراء والتسوق، والتي باتت تحت طائلة هذا التغيير والتحول إلى أنماط سريعة. وبات المتسوقون يتجهون لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والبطاقات الائتمانية للشراء عبر هذه الأجهزة من متاجر إلكترونية من أي مكان وزمان. وهناك عدة أسباب استطاعت من خلالها المتاجر الإلكترونية استقطاب المتسوقين، منها سهولة عملية الشراء وتوفير أشهر العلامات والمنتجات المرغوبة بأسعار تنافس المتاجر التقليدية، كما توفر هذه المتاجر سهولة في التبديل والاسترجاع والصيانة وغيرها من العمليات التي تتوافق مع رغبات المتسوقين. أما الشريحة المستهدفة فهي فئة الشباب باعتبارهم الشريحة العمرية الأكبر في المجتمعات حاليا، ولكونهم الأكثر استخداما للتقنيات الحديثة، فضلا عن تطلع هذه الشريحة لكل ما هو جديد وعصري. أما عن أعلى الدول في المبيعات عن طريق الإنترنت، فبحسب الإحصاءات تمتلك بريطانيا أعلى مبيعات تجزئة على الإنترنت كنسبة من إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 15%، تليها الصين بنسبة 13.8%، ثم النرويج بنسبة 11.5%، وفنلندا بنسبة 10.8%، وكوريا الجنوبية بنسبة 10.5%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 8.3%. وبالنسبة للأرقام المتعلقة بنسبة المتسوقين على الإنترنت، فهناك 217 مليون شخص في الولايات المتحدة يقومون بالتسوق على الإنترنت، ومن المتوقع أن يرتفع عددهم إلى 224 مليونا في عام 2019. كما أن هناك 90 مليون مستهلك في الوطن العربي والشرق الأوسط للتجارة الإلكترونية، وبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي في عام 2015 15 مليار دولار. ومع انتشار التسوق الإلكتروني ظهرت الجرائم الإلكترونية، والتي تتم من خلال قرصنة أو سرقة بيانات المتسوقين وابتزازهم للحصول على الأموال، والتي تؤدي إلى خسارات كبيرة للشركات والأفراد على حد سواء. مجلة لوس أنجلوس تايمز أكدت أن خسارة الشركات الأمريكية وحدها جراء الجرائم الإلكترونية بلغت 10 مليارات دولار سنويا، وأن نسبة 62% من تلك الجرائم تحدث عن طريق شبكة الإنترنت، بينما تحدث النسبة الباقية 38% من تلك الجرائم داخل المؤسسة ذاتها. وهناك عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية، أهمها التحقق من أمان موقع الإنترنت الذي ستسجل فيه للتسوق عبر الإنترنت، والحرص على استخدام كلمات مرور معقدة أثناء التسجيل في المواقع، إضافة إلى الابتعاد عن استخدام كلمة المرور نفسها، وعدم الاحتفاظ بكلمات المرور الخاصة ومعلومات التسجيل على الهاتف، مع عدم الضغط على روابط رسائل البريد الإلكتروني غير الموثوق أو روابط الصفقات التي تبدو مغرية. ويرى المختصون أن التسوق عبر الإنترنت هو المستقبل، لأنه سيسهل الحياة على الإنسان ويختصر الوقت والجهد لتصبح الحياة أكثر سرعة في عالم بات كل ما فيه رقمياً.